في موقف إنساني ليس بغريب على العراقيين وليس الأول من نوعه. خرج أهالي قرية الحويش التابعة لمحافظة ديالة لتشيع مواطن مصري من سكنة القرية، طبعاً معلنين الحداد وتحقيق وصيته. كانت وصيته طلب فيها أن يدفن في مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف. طبعاً ودع أهالي القرية فقيدهم بالحزن والبكاء. خلونا نشوف جزء من التعليقات اللي كانت على هذا الخبر اللي كان أكثر انتشار. خلونا نشوف الفيديو ومن بعدها نشوف ردود الأفعال. بعد ما شفنا الفيديو لأهالي هذه القرية وهم يودعون الراحل أو المتوفي من الجنسية المصرية، ونشوف شلون كانت الدفن والمراسيم الدفن لهذا المواطن المصري. كان أكو جزء من التعليقات قلنا لازم نحكي بيها ونشوف كرم العراقيين حتى بهذه التفاصيل البسيطة. طبعا على الفيسبوك أبو أحمد قال الله يرحمه وكل التوفيق إلى أهالي ديالة على هذا العمل الذي يشرف ويفتخر به كل أبناء الشعب. هذا كان أول تعليق في الفيسبوك تحت هاشتاغ قرية عراقية تعلن الحداد. خلونا نشوف تعليق آخر. تعليق الآخر من حميد في الفيسبوك الله يرحمه برحمة الواسعة، موقف من مواقف العراقيين ليس بجديد، أهل الغيرة والشهامة والعشرة الطيبة، بارك الله فيكم يا رفعة رأس كل عربي. هذا كان الخبر وهذه كانت ردود الأفعال والتعليقات لهذا الخبر.